بن علي العنزي. شكرا محمد مبريك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون ومشاهدينا الأعزاء في كل مكان على الهواء مباشرة، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 4 ديسمبر عام 2015، في انطلاق اللقاية والفترة الصباحية الخاصة بسن اللقاية، استمرار أشواط اللقاية في صباح هذا اليوم، انطلاق أول أشواط القعدان في صباح هذا اليوم والأشواط العامة بعد أن شاهدنا في الشوط الرئيسي الأول شعار أحد الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة، شعار مظفر بن محمد بن سعيد بن العضيل العامري، مع فتنة التي انتزعت الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار انتزاعا موفقا لتهدي ناموسا صباحيا أول في هذا اليوم من ميدان الشحانية وتبعثه إلى دولة الإمارات وإلى العين. ينطلق إخوان المتابعين كما يتابع الجميع على الهواء مباشرة الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، ومجموعة كبيرة تنطلق في هذا الشوط. أبدأ مع المركز الأول وأولها الحذر حسن بن حمد بن راشد النعيمي على المركز الأول وعلى الصدارة، يلي مباشرة داحس ناصر بن راشد بن مبارك بن عجلان الهاجري مع المركز الثاني. المركز الثالث الشعار الأسود من العمق يتدخل وينطلق في هذه اللحظة، وهذا هو ظبيان سعيد بن أحمد بن حمد بن علي المزروعي على المركز الثالث. المركز الرابع رقم 27 الطائف، هنا قادم من الطائف محمد بن عايض بن غلاب الصواط العتيبي. المركز الخامس رقم 19 وهذا هو الذيب ثامر بن ناصر بن ثامر النعيمي. هذه النتيجة. المركز الخامس أعلناه محمد؟ نعم، المركز الخامس أعلناه، هذا هو رقم 19. ومسيرة موفقة إن شاء الله لهذه الشعارات، مسيرة موفقة لإخواننا المشاركين في الشوط الرئيسي الأول. يا سلام، البحث عن الناموس في هذا الشوط، تجمع أخوي كبير يجمع شعارات عملاقة، يجمع أسماء عملاقة حاضرة من مسافة 5 كيلومترات في صباح هذا اليوم، ورقص شحاني أصيل في هذا الجو المميز، جو رياضي جو ولا أروع في ميدان الشحانية. عودة إلى المركز الأول، شوف المركز الأول اللي غير واحتل وانتقل إلى المقدمة، قادم من المملكة العربية السعودية، وهذا هو منهل بخيت بن مشعل بن بخيت السليس العتيبي، قادم من المملكة العربية السعودية وتحديدا من العاصمة الرياض، قادم للمشاركة في هذا الشوط الرئيسي الأول، يطمح في تحقيقه. ونقول فالك الناموس إن شاء الله. هذا هو لزام، غير إلى المقدمة إلى المركز الأول، أحد شعارات أشقانا وأخواننا من دولة الإمارات، سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي الحاضر المتابع في صباح هذا اليوم. هنا مع هذا التقدم بو أحمد الشاعر ينطلق مع هذا الشعار على المركز الأول. المركز الثالث هذا هو شعار فتنة، ينتقل إلى المركز الثالث، وصول وافي مبارك بن محمد بن سهيل بن العضيلي العامري إلى المركز الرابع. ولكن شوف اللي غير وانتقل إلى المركز الثالث، ومن دوره إلى المركز الثاني الطائف شعار الصواط، غير إلى المركز الثاني محمد بن عايض بن غلاب الصواط العتيبي. المركز الخامس رقم 10 الجذاب سعيد بن ناصر بن حمد آل فهيده المري. هذه النتيجة إخواني المتابعين لهذه المراكز المندفعة والمنطلقة في ميدان الشحانية. راح 3 كيلومترات، بقي عندنا كيلوين 2000 متر عن خط النهاية، ولا زالت القيادة ولا الصدارة عند شعار الشاعر في مقدمة الشوط، شعاره ينتقل إلى المقدمة، ينطلق في الصدارة.
على المركز الأول لزام على المركز الأول سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي قادم من دولة الإمارات وتحديدا من الوثبة للمشاركة في هذا الصباح. المركز الثاني وصل السندباد القطري وصل هنا أشقر على المركز الثاني صالح بن حمد بن القمرة النابت على المركز الثاني ينطلق والمتابعة عند حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد في المتابعة والتضمير والمركز الثالث ينتقل شعار الصوات على المركز الثالث الطائف من هذا الموقف ومن هذا الموقف يطمح في تحقيق الناموس وإهدائه لأهالي الطائف. هنا شعار الصوات مع المركز الثالث محمد بن عايض بن غلاب الصوات. المركز الرابع ديروا بالكم من وافي على المركز الرابع هنا شعار بالعضيلي ووافي مبارك بن محمد بن سهيل بالعضيلي العامري على المركز الرابع. المركز الخامس الجذاب سعيد بن ناصر بن حمد آلف هيده المري. انتهينا اخوان المتابعين من ندانا الثالث او الثاني او الرابع. عموما وعلى كل حال انتقل في هذه اللحظة شعار السندباد على المركز الاول. ركز يا ابو محمد شوي على المركز الاول على الصدارة. انتقل الى المركز الاول الى صدارة الشوط. انتقل اشقر على اشقر وهذا هو شعار السندباد. لكن الشاعر خطير وبالعضيلي اخطر بالعضيلي على المركز الثالث. يا سلام السندباد القطري على المركز الاول اشقر روح يا القمره روح الناموس امامك الله. شوفوا المركز الثاني قلت لكم وافي خطير والشاعر اخطر. الشاعر مع المركز الثاني وبالعضيلي مع وافي هذا هو شعار بالعضيلي مع المركز الاول ينتقل بدوره وبشعاره شعار فتنة الحاصلة على الشوط الرئيسي الاول يعني الشوط الرئيسي الاول. ولكن الشاعر روح يا الشاعر الله. لزام يلا يا ابو احمد ناموس صباحي ولا اروع من هنا من ميدان الشحانية مع هذا الشعار الشاعر سعيد بن احمد بن محمد بن ري الفلاحي. تهانينا والناموس انتزاع لزام نقطة الشوط الرئيسي الاول الخاصة بالقعدان ينتزعها لزام وشعار سعيد بن احمد بن محمد بن ري الفلاحي ينتزعها انتزاعا موفق ليهدي لابناء الوثبة واهالي الوثبة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ناموسا صباحيا مع اسم لزام. تهانينا والناموس الشاعر على هذا الفوز. المركز الثاني أشقر صالح بن حمد آل قمر النابت. المركز الثالث الواعي بطي بن سيف بن داير الجفاني النعيمي. المركز الرابع وصل صعب لعبد الله بن طالب بن عبد الله آلف هيدا المري. المركز الخامس شاهين على المركز الخامس ضحي بن مبارك مضحي بن سلوم الاكتبي. اذا منافسه شيقه ولا اروع جمعت بين شعارات عملاقه وشعارات كبيره من اهالي ميدان الشحانيه واشقائنا وضيوفنا من دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه ليحضر في خط النهايه هذا الشعار القادم من الوثبه شعار الشاعر سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي لينتزع نقطة هذا الشوط ويحقق ناموس الشوط الرئيسي الأول الخاصة بالقعدان. التوقيت الزمني كما تتابعون 7 دقائق و52 ثانية 63 جزء من الثانية هذا هو توقيت لزام. أهنيك أبو أحمد على هذا الفوز سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. المركز الثاني 7 دقائق 53 ثانية 11 جزءا من الثانية توقيت أشقر الحاصل على المركز الثاني صالح بن حمد آل قمراء النابت. المركز الثالث
وافي لسيد مبارك بن محمد بن سهيل بالعضيلي العامري. توقيته كما تتابعون 7:53، 15 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. إذا مشاهدينا الأعزاء.